أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم استمرت الأجواء الحارة وشديدة الحرارة بالتأثير في أغلب مناطق المملكة، وتكاثرت بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهطلت زخات من الأمطار في مناطق محدودة من المنطقة الشمالية الغربية والمنطقة الجنوبية الغربية. هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي توقع أن تستمر خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القليلة القادمة. نستعرض تفاصيل أكثر بهذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم. كما ذكر، حالة من عدم الاستقرار الجوي محدودة التأثير في المنطقة الشمالية، المنطقة الشمالية الغربية، الغربية ووصولا حتى المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات متفرقة من الأمطار. تبقى الفرصة أيضا مهيئة لهطول زخات من الأمطار في نفس هذه المناطق خلال يوم الجمعة وتستمر أيضا خلال يوم السبت، مع أجواء مستقرة بالمقابل في المنطقة الشمالية الشرقية والشرقية، المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي خلال الأيام القادمة. مع هذه الأجواء أيضا تكون درجات الحرارة مرتفعة وأعلى من معدلات في هذا الوقت من العام خلال الأيام القادمة. لا تغيير على درجات الحرارة، نفس الكتلة الهوائية الحارة مستمرة بالتأثير في عموم الجزيرة العربية، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وبالتالي تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيضا خلال بداية الأسبوع القادم في عموم المناطق. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لفترة السحور. تكون الأجواء غالبا صافية، 23 درجة مئوية، الملموس أيضا 23، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شرقية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون جيد. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة كما ذكرنا 39 إلى 25 مع تفرق لبعض الغيوم، نفس الحرارات ولا تغيير على الأجواء خلال ثلاثة أيام القادمة. درجات الحرارة العظمى تبقى ملامسة ال 40 درجة مئوية، أما الصغرى تكون ما بين ال 25 وال 24 درجة مئوية مع تفرق للغيوم العالية بدون فعالية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.